تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة ورؤساء الوزراء وأولياء العهود. عبر سموه حفظه الله فيها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لهم بدوام الصحة والسعادة، مبتهلا إلى البارئ جل شأنه أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على هذه الدول وشعوبها الشقيقة بوافر الخير واليمن والمسرات.